قصة الظلم مع المنتخب تستحق أن تروى، فقد بدأ عاشقا للفريق الوطني متيما بنجومه قبل أن يجد نفسه عميدا. إلا غنقول لك أول نهار تلاقيت بظلمي تلاقيته كمتفرج، داز المدة ديال واحد سنتين تعيطوا لمجيد الظلمي معنا في ليكيب ناسيونال. هذا هو اللقاء الأول ديالي. هذاك المكان ديالو كان مهم لأن كان توازن كبير لا معنا في الرجاء لا مع المنتخب، لأن كان هو اللي تيخرج بالكرات. هذاك البلاصة اللي خدا هي لو توب، هي سيتي واحد مساندة كبيرة وسي إيجابي جدا للمنتخب ديالنا في هذيك الفترة. الوجود ديالو في هذاك لو بوست اللي كان تيلعب فيه وبدع فيه بزاف وداك الشيء. لما كنا في المونديال ضد المانيا وكان الاستعداد لهذه المباراه كونسونتراسيون مسائل وداكشي، صاحب الجلاله المرحوم حسن الثاني يعني طلب يهضر مع عميد الفريق اظن زكي، قالوا له بانه زكي راه يعني مرفوع وكذا الى اخره، وشكون اللي كاين يعني في الصالون ولا هذا؟ قالوا لي كاين ظلمي الوحيد اللي كاين في القاعة مسرح ما مخلوعش من الماتش ما هذا داك، وقال له نعم سيدي كذا الله يرضي عليكم، واش بوحدك انت ما خايفش من هذا الماتش؟ معناه انه ديك العلاقات والدعابة، وبقى هو محبوب عند الجميع حتى الأسرة الملكة، وانت تعرفوا هذا الشيء على انه كان ينادى عليه باش يلعب معاهم في الكرة. شخصية الظلمي تستحق أن يتوقف عندها لاعبو الجيل الحالي، فقد كان سخيا في عطائه، يبلل قميص النادي والمنتخب بالعرق والدم، وحين يعلن الحكم عن نهاية المباراة تبتلعه أرضية الملعب فيختفي عن الأنظار، وفي خلوته أو لقاءاته مع الأصدقاء يتحاشى الحديث عن الكرة، فيبدو كزاهد في محراب لا يتكلم إلا حين تنفلت منه ابتسامة وتعلو تقاسيم وجهه مسحة حشمة. بعد ما تنمشيو لشي المعسكر مثلا مولاي رشيد تيمشي لا شومبر ديالو تيدخل عاد تيدخل لا شومبر ديالو عنده واحد كاسيت ميني كاسيت ديك الساعة كانوا لي كاسيت بسميتو، تيجد لي كاسيت تيبقى عام كلتهم حتى تيقولوا لنا يلاه ترينيو. مجيد كان كيعشق البحر، عز عليه البحر بزاف، عز عليه الموسيقى، الموسيقى كلاس، الموسيقى الكلاسيكية الطرب، عز عليه شي البلوز، ناس الغيوان، كانت مجيد عنده واحد ستيل ديالو خاص به. مجيد أنا واخا نقول تا نقول مجيد عنده واحد ستيل ديالو، عنده واحد الشخصية ديالو. تيكيل كان اللي مثقف وكان تيكون مع ناس الغيوان، طيب صديقي مع الكتاب مسرحيين، طلع السياسة، هضر الاقتصاد، هضر بزاف الحوايج، لأن كان تيطالع على كل هاد الأشياء هادو، وكان دارس لأن كان في ليسي محمد الخامس من ضمن التلاميذ والطلبة اللي كانوا متميزين تمايا من غير كرة القدم، العقل تا هو كان ماشي غير اللعب. جيد بعدا هو أولا حشومي، حشومي إلا ما يعرفش شي واحد راه ما يهضرش معاه كيحشم منه، وكان كيحشم منا حنا واخا كي لأنه كلشي تقريبا كيحشم منك بحال شي خوك كبر منه وداكشي. مباريات كثيرة لعبها الظلمي وتتنتهي المباريات ما تعطيش تصريح، ولكن لما تتكلم معاه تتقول يا ليت أنه هادشي اللي قال لي الظلمي يكون قال له أمام الكاميرا. هذا كان الطبع ديالو، يعني اعتبره انسان خجول، كان تيحترم تيخاف انه يقول شي كلمه اللي ما توفيش بالغرض،
ولكن في نهايه المطاف تيقول لك انا اتحدث في الملعب، شوفوا داكشي اللي بان لكم درتو قولوه، الا بان لكم بانه انا ما كنتش في المستوى قولوه. تيبقى القوه ديال الشخصيه ديالو هو انه لا يتدخل في المهنه ديال الصحفي، ولا الصحفي يتدخل في المهنه ديال الظلم اللي هو كلاعب. كيحترم الجامع اللي كيمشي المنتخب عادي، سواء فين ما مشى كيكون عادي، شي معانا حنا ما تيفرضش نفسه ولا يبغي حيت هو ظلمي يبغي يعطي شي امر ولا لا، بحالو بحال الجامع. هذا هو الفرص اللي كانت عنده، هذه لو واحد يلحق لهذا المستوى اللي كان عند مجيد الله يرحمه لبدا غادي يكون فيه شويه ديال لافونس كما كنقولوا. لا هو ما عندوش، تيدير هذيك خدمه عاديه بحال ولا عادي، هو هكاك عادي. عندما أوشك على اعتزال اللعبة وبدأت تتراقص أمام عينيه لحظة الوداع بعد مسار استثنائي، قررت منظمة اليونسكو منح الظلمي جائزة اللعب النظيف، اعترافا بأخلاقه الرياضية العالية وإيمانا منها بدوره كلاعب يزرع في الملاعب قيم الخير والنبل والصفاء. حتى في لحظة تكريمه أصر على أن يظل مجيد وفيا لقناعاته ولصدق طويته. كان أول مغربي حصل على هذه الجائزة، وفي تقديمه بباريس كان تدخل حول لاعب مثالي. الغريب في الأمر يوم التسليم بدا أولا السي بالعيد والإخوان السي بدري وسي نجيب السالمي الملف تفرق على القاعة كلها ديال عبد المجيد الظلمي، شكون هو عبد المجيد الظلمي، ولي سيسكو داروا واحد وثائقي ويدور فيه عبد المجيد الظلمي، قال لي وانا راه واخد حمراء. اللي سكتنا عبد المجيد الظلمي وقف وقال اعتذر بل حصلت على ورقة حمراء في مساري. عبد المجيد الظلمي ماشي لاعب كبقيه اللاعبين، مع احترامات اللاعبين عبد المجيد الظلمي اللي الكل كيشهد له بالعطاء ديالو اللي عطى للنادي الرجاء الرياضي ولا كرة القدم المغربيه. كان خص يكون واحد الفريق اللي يكون من الحجم ديال عبد المجيد الظلمي. الماتش اللي كان عندي عليه فكره هو بوكا جونيور والرجاء، ولكن كانوا فيه مسائل تعجيزيه كبيره. اولا خصهم يجيو في طياره خاصة، إلا جاو عبد المجيد الظلمي الله يرحمه ما غيشيط ليه والو. ملي جلسنا واتفقنا على جميع الأمورات، حتى عبد المجيد الظلمي تا هو استدعيناه تا هو، حتى اللجنة كذلك، وقعنا البروتوكول مع جميع الأطراف. إذا به الشركة كيوقع لها إشكال، كان إشكال مادي محض بالنسبة للشركة، لأن هي كانت خصها تلتزم بعض الأمور، ودارت ندوة صحفية. نشأ ظلمي في أسرة تتنفس هواء الكرة، كان والده عاشقا للمستديرة لكنه ظل بعيدا عن دائرة الضوء. خارج الدار البيضاء كان أظن في قنيطرة كانت شي مباراة حاسمة والرجاء انتصرت، وجاو الناس تهنيو اللاعبين والجمهور، تيتفاجأ على أن الوالد ديالو كاين مع الجمهور. في محيطه الأسري عاش مجيد حياة أخرى، انتقل من صخب الملاعب إلى دفء الأسرة الصغيرة، لكنه أوصى أبنائه بالابتعاد قدر الإمكان عن كرة محشوة بالهواء الفاسد. مجيد الله يرحمه كان كيبغي ولاده بزاف، كان كيبغي ولاده بزاف، كيخاف عليهم من أي حاجة، كانت عنده بحال شي حاجة كيخاف على ولاده، كيخاف على ولادو حاضيهم بزاف، وكيخاف واخا كان كيخرج مع الاصدقاء، ولكن كان ديما كيسول وكيتصل، وعارفني زعما حتى انا راه مقابله ليه الدراري وداكشي، ولكن ديما كان كيسول وديما كاين واقف واخا ماشي معانا في الدار، راه زعما كره حاضي ولادو وعزاز عليه ولادو بزاف. في أيامه الأخيرة حمل لقب الحاج، أصبح يستعجل لحظة الإقلاع نحو الديار المقدسة. اقتنى لوازم الحاج وشرع في توديع رفاق الدرب،
كأنه يعلم عن سفر بغير رجعة. ديما كنت كنقول والله نمشي للعمرة، معنا كنت مشيت للعمرة شي واحد جوج خطرات، كيقول لي لا سيدي انا باغي نحج هكا، ديما كيقول لي لا باغي نحج، حيت هو كان مشى مع ليكيب ناسيونال مشى مع الراجل، كانوا مشاو داروا عمرة وداكشي. المهم اللي بقيت كنكون نوبة كنقول ليه نمشيو ما نمشيو نمشيو، قلت لهم انا بغيت شي حاجة نمشيو مع الدري ديال المؤسسة راه كيصيفطوا، نمشيو قال لي نمشيو، عيطنا لسي سعد بالخياط قلنا ليه، قلت ليه سميتو مسكين سهل الله الأمور فهمتي، قال لنا صافي عاوج دوريسكم وداك الشيء، والغد غادي يموت الله يرحمه، عيط عليا مع الصباح كري ما هما الفنا اللي كان عيط عليه الصباح، او قلت هذا ما كاين، قال لي يلا نمشي نشري الحوايج من الحبوس، قلت له شنو نقول لك على القضيه، اريح مع راسك انا كنعرف لا طاي ديالك، ملي غنمشي نشري الحوايج راه غنشري الحوايج ديالك، الله يرحمه ويوسع عليه. اليوم الاخر كان عادي بحال جميع الايام، دخل الدار عادي كيضحك مع وليداته، دير ديك الفاكسان ديال باش غادي كان غادي تمشي للحج الله يرحمه، المهم عطاني فلوس قال لي خاصك تقدي لي الملابس ديالي ديال الحج وداك الملابس اللي خاصو باش يسافر، صافي تغدى عادي، مشى هو ولدو الصغير قال لي اجي تسكى حدايا نعس حدايا وشويه فيقني باش غادي نخرجك ندور بيك، تسكى هو ولدو وخرجت انا، يعني خرجت تعطل ما بغاش يفيق لولدي حمزه، بقى كيفيق فيه بابا فيق بابا فيق، عيط ليا قال لي يا ماما راه بابا ما بغاش يفيق، انا سحبني زعما كاير متكي ولا شي حاجه، المهم دات شي ساعه على ربع وانا نجي للدار، ملي جيت للدار كان فيق في السيد وكشي لقيناه، انا ما شكيت بانه توفى، عاد عيط له واحد السيد زعما صديق العائله، اتصل بالطبيب وداك الشيء وقال لك صافي الله يرحمه. سيدنا الله ينصرو اتصل بيا وعزاني في التليفون وشحال وكيواسيني وقال لي راه زعما رحنا معاك وهذاك السيد راه كان ديالنا وديال الشعب المغربي كله راه كان عزيز علينا بزاف، فرحت بالاتصال ديالو هو اللي باقي موقفني، كان مره كنتفكر داك الاتصال ديالو كان موقفني انا وولادي واللعابه الكبار والاسماء الوازنه والكبيره خاصك انت تمشي تجيبها وتكبر بها، كان لازم نمشيو عنده نتقربوا عليه ونعرفوا بان راه غادي يكون ربح كثير، لان ولكن رغم داك الشيء الطيبه ديال الناس الحب ديال الناس الجمهور لا فين ما مشيتي عم جيد دورمي بالنسبه لي انا عادي ما عرفتش انا كاع داك الحب ديال الناس اللي كانوا غادي يكون هكا كبير و تفاجأت ملي شفت الناس بزاف وشكرا وكنشكرهم بزاف.